الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة في أول أيام رمضان. أعلن الديوان الملكي السعودي صباح اليوم حالة وفاة داخل العائلة المالكة، وأصدر الديوان الملكي بيانا صباح اليوم نشرته وكالة الأنباء السعودية واس، أعلن فيه وفاة الأميرة حصة بنت سعود بن عبد الله ابن سعود بن فيصل آل سعود. وأشار الديوان في بيانه إلى أن الأميرة المتوفية هي والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل بن سلمان ابن محمد آل سعود، وأعلنت أن جنازة الأميرة المتوفية ستخرج من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. إن لله وإنا إليه راجعون.